الحمر ما طابت اوقاتكم. بعد تفشي ظاهرة توقيع اللاعبين كهوة، ما هي مكاسبهم وعواقب ذلك في المستقبل؟ عبدالله البرقان يعلق. الباطن يفرط في فوز عريض ويكتفي بهدفين في الرائد والرد الخميس في بريدة. دموع واستبعاد، استقالة وحلم تحول إلى حقيقة، أبرز اللحظات في دوري جميل. وقراءة في مستوى التنافس في الدوري السعودي، كم دقائق اللعب الأساسية أو الحقيقية في المباريات مقارنة بالآخرين؟ السلام عليكم. كثير من اللاعبين سيتخلون عن مهنتهم محترفين في كرة القدم ويستمرون فيها، ولكن كهوة الهدف هو القفز على مادة ألغيت في نظام الاحتراف السعودي وتطبق على بعض عقود اللاعبين ولكن بأثر رجعي. بعض اللاعبين سينتقلون من انديتهم لانديه اخرى عن طريق الهواء، انتم كيف موقفكم كلجنه احتراف؟ بالنسبه لنا في لجنه الاحتراف مسؤول عن اللاعبين المحترفين فقط، يعني اللاعب الهاوي يعني ما في جهه يعني تحافظ على حقوق اللاعب الهاوي، لذلك يعني تحول لاعب من محترف الى هاوي يصبح ليس لديه اي جهه تحافظ على حقوق الهاوي. سواء في دفعاته الماليه، في مرتبات، في كل شيء، في كل شيء. احنا مسؤولين فقط عن اللاعبين المحترفين. طيب دكتور، بعض الناس يتحدث عن ضياع حقوق الانديه الاصليه، مثلا اذا انتقل منها لاعب عن طريق الهواء، هل انتم في مقترح انكم تواجهون هالنقطه خصوصا اذا تمت نهايه هالموسم؟ اولا يعني كان قرار حق السبع شهور هذا كان يعني قرار استثنائي على اساس مديريه الانديه كانت وصلت 500، بمجرد ما انتهينا من 500 مليون هذه وصلنا للصفر الغي القرار حق السبع شهور ورجعت الماده كما هي في السابق. يعني في كذا لاعب اصلا من اول لما دخل ست شهور انتقل نادي ثاني كمحترف مش كهاوي. الان يعني لما ينتهي عقد اللاعب من حقه يوقع محترف او هاوي، بالعكس لما يوقع كهاوي هنا يضرم اللاعب وليس النادي، لانه كذا ما في جهه راح تحافظ على حقوقه. طيب دكتور، بصفتك يعني مطلع وخبير في الاحتراف، وش نصيحتك للاعبين اللي الان يفكرون انهم يوقعون كهوا؟ نصيحه اخويه. والله خطا كبير طبعا، لانه الان انت لجنه الاحترافيه الان تطالب الانديه بالحوالات البنكيه عن كل فتره تسجيل. ونضغط على الانديه، نضغط عليهم على اساس لما تكون كلاعب هاوي يعني من بيحافظ على حقوقك؟ مشكله، لا بتسبب مشكله كبيره. في ملف اخر، فاز الباطن على ضيفه الرائد بهدفين لواحد في مباراه ذهاب الملحق للدوري السعودي. يتحدد موعد الفريقين ايابا الخميس المقبل في بريده، الفائز سيكون ضمن انديه الممتاز، الخاسر سيعود او سيهبط الى الدرجه الاولى. على ملعب نادي الباطنة الفريقان في المنعطف الأهم في الموسم، أصحاب الأرض لم يتركوا للضيوف أي فرصة. في الدقيقة الخامسة محمد فؤاد يسقط داخل المنطقة المحرمة، تحصل معها أصحاب الأرض على ضربة جزاء تقدم لها سنغالي بابا ديوب، لكن فهد الشمري حارس الأحمر أنقذ فريقه من الهدف. ولأن دوام الحال من المحال، فالشمري الذي أصاب في الأولى أخطأ في الأخرى وتسبب في هدف الباطن الأول بعدما أسكن الكرة في شباكه عن طريق الخطأ، هدف أول لأصحاب الأرض. واستمر ضغط لاعبي الباطن، لكن جميع المحاولات اصطدمت باستبسال مدافعي الرائد الذين نجحوا هذه المرة في إبعاد الكرة عن مرماهم. وشهدت نهاية الشوط الأول تسديدة من الأرمني بتسيلي، لكن حارس الباطن مزيد الفريح نجح في إبعادها. مع بداية الشوط الثاني سلطان السوادي من اليسار يلعب كرة عرضية ووصلت إلى إسماعيل بنجورا الذي تابعها وسجل هدف التعديل.
فرحة الضيوف لم تدم طويلا. ضربة الركنية لعبت إلى داخل منطقة الجزاء، رأسية سهو المطيري تأتي بالهدف الثاني للباطن. سهو مطلق، سهو مطلق. حاول بعدها الرائد تعديل النتيجة، فجاءت عرضية سلطان السوادي في أحضان الفريح حارس الباطن الذي تألق وأنقذ مرمه في أكثر من مناسبة، لينتهي لقاء الذهاب لصالح أصحاب الأرض على موعد يتجدد الخميس المقبل في بريدة. نذهب بتقرير المباراة إلى جدة، من هناك ينضم إلينا حمزة إدريس المدرب السعودي. حمزة أهلا بك معنا. تابعت المباراة حمزة، كان فيها إثارة واضحة، لكن على المستوى الفنيات في كرة القدم هل كانت حاضرة؟ لا أعتقد ما كانت، يعني بصراحة فنيا ما كانت مباراة عالية بشكل قوي، ما استمتعنا في جمل فنية، لكن بصراحة كان الباطن تكتيكيا كان منضبط بشكل قوي، تحركاته يعني كان ظاهر بشكل جيد. أرضية الملعب ما ساعدت الرائد إنه يقدم أداء القوي، نحن نعرف الرائد عنده لاعبين مميزين ما شفناهم اليوم، بتزلي وفهد الجهني لاعبين مؤثرين دائما هم كانوا يصنعوا الفارق بالنسبة للرائد. الباطن لا متعود على أرضية المباراة، قدم أداء قوي بصراحة، ضاع فوز كان ممكن يسهل المباراة القادمة، لكن من ناحية بشكل عام يعني كانت مباراة متوسطة من الناحية الفنية. جميل، خلينا نقول ليش أضع النتيجة أو الشوط الأول تقريبا فرص كثيرة من ضمنها بلنتي، ليش كان الباطن فيه نتكلم عن التركيز الذهني، نتكلم عن العصبية مثلا أو أشياء، أو هذه هي القدرات؟ لا يعني قدرات اللاعبين جيدة بصراحة، لكن الحضور الذهني ما كان قوي، لأنه الفريق لسه ما عنده خبرة قوية في المواقف هذه، يعني يمكن تقريبا أول تجربة تكون بالنسبة لي حاسمة. شفناها حتى في بطولة دوري الدرجة الأولى كان متصدر في مراحل متقدمة من البطولة، في آخر الفترات خسر التصدر، فهنا موضوع الضغط واللاعبين ما عندهم خبرة ورهبة المباراة ورهبة حتى رهبة الحدث والصعود لدوري عبد اللطيف جميل، هذه كلها بتأثر على على صحيح. على تركيز اللاعبين، لأنه ضاعوا فرص سهلة مع أنه يملكوا إمكانيات رائعة بصراحة، كم لاعب برز وقدم أداء جيد، فريق منظم، فريق رائع. أعتقد بس هو الانضباط التكتيكي والحضور الذهني هو اللي كان غايب عنهم. جميل، نتكلم شوي عن خالد القروني، وأنت تعرفه عن قرب حمزة، كانت لمسته واضحة على الفريق اليوم، عارف يقود الفريق باستراتيجيات الذهاب والإياب بشكل جيد إلى حد ما، هو ما غير بشكل كبير، يعني الباطن شفناه حتى في كأس الملك ظهر بشكل جيد، اللاعبين تقريبا التشكيلة كانت إلى حد ما نفس الأسماء اللي كانت حاضرة، الفترة اللي قضاها معهم فترة بسيطة ساعد أنه هو كان يدرب في دوري الدرجة الأولى، هذا يساعد أنه هو عارف الفريق وعارف اللاعبين. إجمالا يعني بصماته كانت واضحة من خلال التحرك، من خلال ما كان في مسافات في الفريق، انتشار الفريق كان جيد في وسط الملعب، الجمل اللي كانوا يحاولوا يسووها اللاعبين كانت مقبولة، سرعة الارتداد سواء في الناحية الهجومية والناحية الدفاعية، هذه كلها كانت موجودة فترة بسيطة، فترة أسبوع أو 10 أيام، من الصعب جدا أنك أنت يعني تعطي بصمات بشكل كبير. كان الباطن كان يستحق أنه هو يفوز بفوز أقوى من كده، لأنه حتكون عنده مباراة الإياب بشكل صعب جدا على ملعب الرائد، هنا حتبان قدرات المدرب وتواصله مع اللاعبين بشكل أكبر. خلينا نقول الأهداف مختلفة، الباطن يكفيها أن يواصل هذا الفوز، بمعنى لو انتهت 90 دقيقة المقبلة سلبية يا سعد، الرائد يحتاج أن يفوز. كيف يمكن قيادة الفريقين في هذين الاتجاهين، مدرب الرائد ومدرب، مدرب يحتاج إلى تعادل على الأقل ومدرب يحتاج إلى فوز؟ يعني بالنسبة للباطن هو فريق جيد في الناحية الهجومية، فريق ما هو جيد في الناحية الدفاعية، إمكانياته وقدراته هجومية بشكل قوي، عندهم مهاجمين يقدروا يسجلوا، عندهم سرعة في الارتداد بشكل جيد، من الصعب أنه يلعب في الناحية الدفاعية، لو ارتكن أنه خالد القروني في مباراة الإياب وحاول أنه يلعب بشكل دفاعي وسلم وسط الملعب بالنسبة للرائد، حيكون الرائد عنده القدرة، لأنه الرائد يحتاج الفوز بفارق هدفين عشان يكون فارق الأهداف لصالحه في مباراة الإياب،
فهذا معناته انه الرايد حيكون منتشر، لابد انك انت تلعب بتوازن بشكل اكبر. بالنسبه للرايد هو دائما بيعتمد على قدرات اللاعبين، وخاصه بالزلي وفهد الجهني اذا كانوا حاضرين بشكل قوي في الارتداد السريع. بنجورا عنده امكانيات في التسجيل، لازم يكون اكثر جراه يعني في الاخير، يحاول يضغط على الباطن لانه الباطن ما عنده خبره قويه في المباريات. التسجيل في مرمى الباطن بشكل مبكر حيضغطهم نفسيا، حيخلق مساحات، حيجعل الفريق انه هو يندفع في محاوله التعديل او يبدا يدخل في ضغط المباريات. الهدف الثاني كمان حيفقد الباطن توازنه. فهذه المباراه دائما تتلعب من خلال اجزاء، ما حتبدا المباراه بشكل مندفع، لا حيكون توازن في وسط الملعب في البدايه، كل ربع ساعه يكون دائما في توزيع ادوار بالنسبه للمدرب حسب وضع الفريق وحسب المجريات اللي بتصير. الرائد كان مرهق من مباراه نجران، ارضيه الملعب ما ساعدته بشكل كبير. المباراه القادمه حيكون شكله الفني حيكون مختلف بشكل قوي. الباطن فريق جيد لكن حيواجه صعوبه مع الرائد في مباراه العوده. جميل كابتن، يعني احنا لازم نرضى بالنتيجه النهائيه ومن يبقى وفق النتيجه يعني الاجماليه للمباراتين، لكن على المستوى الفني على المستوى الشخصي بالنسبه لك من الاكثر فائده، وجود الباطن او الرائد في الممتاز؟ بصراحه على المستوى الفني انا بالنسبه بصراحه انا لاعب من دوري الدرجه الاولى، دائما اميل لفرق الدرجه الاولى، اروح للباطن لانه الباطن فريق اجتهد ووصل لمرحله متقدمه ووصل للمركز الثالث في دوري الدرجه الاولى. الرائد ما قدم اداء جيد ووصل للمركز 12، فالمكافاه المفروض تكون لفريق الباطن. فانا اعتقد انه فرق الدرجه الاولى السنه قدمت مستوى جيد، وما ننسى الفرق اللي صعدت من الموسم الماضي كلها بقت، معناته انه فرق الدرجه الاولى بتقدم اداء جيد. فاتوقع او يعني اروح للباطن انه فنيا ممكن يكون اضافه لدوري الدرجه الممتاز بشكل اقوى. اتمنى التوفيق للفريقين الباطن والرائد في المباراه المقبله او الرائد والباطن. شكرا جزيلا حمزه ادريس. وهذه وقفتنا الاولى، نتابع بعدها دموع واستبعاد واستقالة وحلم تحول إلى حقيقة، أبرز اللحظات في دوري جميل. قراءة في مستوى التنافس في الدوري السعودي، كم دقائق اللاعب الحقيقية في المباريات مقارنة بالآخرين؟ أنت في أيدي أمينة مع بريدجستون. كلما قدت سيارتك تذكر هناك مساحة بحجم اليد هي التي تربط إطارك بالطريق، هذا يعني أنها مساحة من أربعة أيدي التي تحملك إلى أهم رحلات الحياة. لذا عندما تقول لأحبابك مع السلامة كن حريصا أن تعود سالما لهم. عندما يتعلق الأمر باختيار إطارات لسيارتك اعرف في أيدي من تريد أن تكون مع بريدجستون. هذه أرضي بالتغطية اللي وصلت لأعلى قمة، والتقنية اللي خلت الصورة أوضح، والسرعة اللي خلتكم معانا لحظة بلحظة. هذه السعودية كما لم ترها من قبل على لا يوقف تتكم. مهما اختلفت طرق تعبيرنا عن المحبة يبقى طعمها دايما أحلى بالمشاركة. لبن المراعي للمحبة طعم. نحاول مساعدة المسلمين في كل مكان على أداء مناسكهم الإسلامية. هل ينطبق هذا الحديث على الإرهابي عمر فاروق عبد المطلب؟ ربط العالم الإسلامي مكاتب ومسجد، كان يصلي بعض الصلوات في هذا المسجد. عندما يأتي شخص ويصلي ويذهب
ليس معنى ذلك أنه يعني يغذى بالأفكار المتطرفة. الأبواب مفتوحة في هذا المركز لكل الأطياف من المسلمين وأيضا غير المسلمين. صناعة الموت الجمعة 9:30 على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد. الحدث في كرة القدم عبارة عن لحظة، لحظة مرور الكرة بين الخشبات الثلاث هي الأهم، وكرة القدم لحظات. هنا لحظات لا تنسى في الدوري السعودي الذي أسدل ستاره هذه الأيام. عندي الطاقة في هالوقت إني أكمل مدة سنتين القادمة. من الرياضة تحكم بنا الزميل صالح الحمادي الصحفي والناقد الرياضي. صالح أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. كرة القدم الحدث فيها بلحظة، واللحظة تؤرخ، وهذا الموسم هذه أبرز اللحظات في كرة القدم السعودية. بعض الأحداث صحيح خارج الدوري السعودي ولكنها أثرت على الدوري السعودي بشكل كبير. صالح بالنسبة لك أنت، ما هي اللحظة الراسخة في ذهنك عن الدوري السعودي هذا الموسم؟
السلام عليكم بتال. مساء الخير مشاهدي قناة العربية أينما كانوا. شوف بتال، اللحظات كثيرة، يعني لو أردت أن نعبر مثلا نبدأ من البطل اللي هو البطل الذي هو أحد أركان الكرة السعودية، فريق النادي الأهلي بعودته وتتويجه أيضا بلقب الدوري بعد غياب أكثر من 3 عقود، لا شك أنها لحظة تاريخية في سجلات النادي الأهلي وفي سجلات الدوري السعودي. أما بصراحة اللقطة المحزنة هي سقوط نادي نجران إلى الدرجة التي الدنيا الدرجة الأولى، وهذا محزن لأسباب أسميها وطنية وأسباب تضحوية، يعني ضحى نادي نجران بسبب ظروف المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لم يكن مثلا هذا خذلان من أعضاء الشرف أو من الجماهير أو من اللاعبين أو من الإدارة، إنما كانت ظروف أيضا لا يسأل عنها أحد بصراحة لسبب بسيط، أعرف أنه حتى الحرس الوطني تفاعل مع نجران وهيئ لهم المقر للتدريبات وإلى آخره، وكافة قطاعات الدولة كانت حريصة على دعم فريق نجران، ليس لأنه فريق نجران بالذات ذو الشعار الأصفر، ولكن لأنه فريق يأتي من منطقة كانت يعني لها مواقف دفاع عن الوطن وإلى آخره، وحتى ما الظروف أنا يتواجد في جدة، ما كنت أتمنى أن يهبط فريق نادي نجران الذي جاءت الظروف الهبوط خارج عن إرادته، لذلك ربما تلك اللحظة اللي شاهدناها للاعبين بما فيهم الأجانب بصراحة كانت مؤثرة جدا، خاصة وهم الفريق الوحيد، لاعب نجران أقصد ومدربهم وجهاز مداريهم، أو هو الفريق الوحيد الذي استطاع أن يهزم أو يوقف سلسلة انتصارات الفريق البطل وفريق النادي الأهلي. جميل. صالح، اللحظات في كرة القدم تحدث في طرفة عين وانتباهاتها، هذا يغير من فهم الحقيقي لكرة القدم أحيانا لدى الجماهير، تتحول من لعبة إلى أشياء أكثر من لعبة، كيف يمكن أن ننمي الوعي لدى الجماهير بأنها هي لعبة وستظل لعبة؟ إذا أردنا أن ننهض بكرة القدم وبكافة الألعاب وبكافة المناشط الرياضية، هل نبدأ من هذا الشبل الصغير اللي نشاهده ينتحب كما لو كان في حالة، ما نتكلم على انهيار فريق أو خسارة فريق، نعم نتكلم عن هذه الدموع بالضبط، منزل بالضبط، هذا الجانب أنه يجب أن لا يعمق في الأطفال، لقد شاهدنا وسائل التقنية الحديثة والسوشيال ميديا لقيت لنا بعض الصور المأساوية لآباء وأبناء واللي يضرب أبناء واللي يلبسهم شعار غير الشعار وإلى آخره من القبيل، يعني أمور ترتبط ارتباط وثيق بثقافة المجتمع، والمجتمع ثقافة تبدأ من المدرسة أو من المنزل مرورا بالمدرسة والمسجد والحي وإلى آخره حتى نصل إلى ثقافة عامة، لا يجب بأي حال من الأحوال، وجميل بتال العربية تركز على هذا الجانب أنه تصل فينا إلى النحيب والدموع ومثل هذه الفرحة الهستيرية للإدارة، دائما أتوخى في الإداريين سواء في البراعم الناشئين الشبار والفرق الكبيرة أن يكونوا هم القدوة لمن يقدم الواجهة الحسنة، يعني ما يمكن بصراحة نأتي بواحد يكون مثل هذا التشنج ويكون يشرف على شبان ومراهقين، هذا سيدفعهم بصراحة إلى تصرفات غير لائقة، وبالتالي تنمية أنها لعبة، it's a game, let's enjoy the game، خلونا نستمتع باللعبة، وأنها في النهاية تنتهي بنهاية صفارة الحكم، ستساعدنا على تخريج لاعبين لا يكون لديهم توتر وتشنج، إنما يكون لديهم إبداع يقودهم إلى التفوق، ليس محليا إنما قاريا ودوليا. جميل. أيضا صالح أبدأ بنفس الكلام، الكرة حدثها في لحظة، اللحظة أحيانا يكون فيها قرار خاطئ وقرار صائب، هناك بعض اللاعبين ظهروا في مواقف اتخذوا القرار الخاطئ في لحظة، ولكن الجمهور يهاجمهم ولا يستوعب أن القرار اتخذ تحت ظروف أحيانا تكون ساخنة وفي غمضة عين يتخذ القرار، إنها لحظة كرة القدم أيضا هنا. ما يخالف، جيد بتال، أنا أقبل من هذا في بعض حالات بالنسبة للاعبين، ولكن اللي لا أستطيع، وربما أني أنا في هذا الجانب أحتاج إلى تنوير من الإدارة الحديثة الآن موجودة لإدارة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، عندما يأتي مدرب مبتدئ أو مدرب خبير أو إداري أو رئيس نادي أو شرفي من الاحترام والتقدير ويعزل اللاعبين يكونون بمعزل عن الجماهير،
لا تتوقع نعم. من هؤلاء اللاعبين انهم سيستشعرون المسؤوليه المناطه بهم تجاه الشعار وتجاه النادي وتجاه الكيان. يجب ان يكون هناك ربط وربط وثيق بين الجماهير وبين اللاعبين، وعلى اللاعبين يتحملوا المسؤوليه. في المقابل صحيح. جزء من الثقافه والتوعيه اللي ننشدها انه على الجمهور ايضا ان لا يضغطوا على اللاعبين اكثر من اللازم، ولكن عندما ياتي لاعب يا بتال ويكرر الخطا مره ومرتين وثلاث واربع او يظهر بمظهر غير لائق، وهم في النهايه انه كيف تظهر قصتي، كيف يظهر مظهر الخارجي، ولا يركز على الجوهر والمضمون في التنافسيه في كره القدم، ويحرص على شكل السياره ونحرص على حتى الانديه بتال اسمح لي يعني حرصنا على شعارات ما كانت موجوده جيد من الرئاسه العامه لرعايه الشباب هيئه الرياضه حاليا ان تاتي وتوقف مثلا بقرار منها او بقرار سامي مثل النشيد للنادي أي. عندما يرتبط المشجع بنشيد النادي ماذا ابقينا للنشيد الوطني ايضا عندما ناتي بصراحه ونصنف انديه هذا ملكي وهذا عالمي ونحن جميعنا انديه ملكيه بحكم البلد ملكي والعالميه هو من فاز بكاس العالم يعني اقبل مثلا عندما يقولون العميد لماذا بتل لانه هو الاقدم تاسيسا اقبل أي. عندما يكون بالمناسبه هذا لقب غير متحرك ثابت أي. لنادي الاتحاد ولكن عندما ياتي الزعيم ايضا مقبول ان يقال الزعيم ولكن لقب الزعيم متحرك ممكن ياتي نادي يحقق بطولات اكثر من الهلال صحيح. وبالتالي يصبح الزعيم ولكن عندما نتغنى بعالميه ونحن غائبين عن الاسيويه ونتغنى ايضا بملكيه والانديه كلها ملكيه ونركز على نشيط وطني ونركز ايضا على ما يسمى بالاستعراضات للجماهير اكثر من انجازات تهم طيب. الوطن والمملكه العربيه السعوديه كوطن قيادي مفروض قيادي ليس على مستوى مثلا اقتصادي او مستوى سياسي انما ايضا على مستوى رياضي في ذات الوقت. شكرا جزيلا زميل صالح الحمادي. وقبل عامين أطلق الاتحاد الآسيوي حملته العب ولا تؤخر اللعب، كان الحد المطلوب في المباريات 60 دقيقة، كم هي دقائق اللعب الفعلية في الدوري السعودي؟ في 26 من فبراير من عام 2014 أطلق الاتحاد الأسيوي حملته 60 دقيقة العب ولا تؤخر اللعب، حملة هدفت وقتها إلى تحسين مستوى لاعب كرة القدم في القارة، حيث وجد أن معدل الوقت الفعلي في المباريات الأسيوية يصل إلى 53 دقيقة وبفارق 7 دقائق عن نظيره الأوروبي. الاتحادات الآسيوية وعلى رأسها السعودية تضامنت مع الحملة وسعت إلى تطوير أداء فرقها. البيانات الرياضية أظهرت موسم 2014 و2015 أن معدل اللعب الفعلي في الدوري السعودي للمباراة الواحدة بلغ 51 دقيقة تقريباً، وهو أقل بدقيقة عن مسابقات الدوري في قارة آسيا وأقل ب12 دقيقة عن بطولات الدوريات الأوروبية. في الموسم الحالي الرقم لم يتغير كثيراً، بلغ المعدل 52 دقيقة فقط، أي بفارق دقيقة واحدة عن الموسم الماضي. إحصائيات الدوري السعودي أظهرت أن أعلى معدل فعلي هذا الموسم شهدته مباراة الشباب وهجر، ووصل إلى 63 دقيقة تقريباً، فيما بلغ أدناه في مباراة القادسية ونجران، ووصل إلى 41 دقيقة و33 ثانية. الأرقام تشير إلى أن الفارق بين الدوري السعودي ونظرائه الأوروبيين يصل إلى 10 دقائق تقريباً. الدوري الإيطالي يأتي في المقدمة بمتوسط يصل إلى 65 دقيقة تقريباً وبفارق دقيقتين عن نظيره الإنجليزي الذي يليه في الترتيب ب63 دقيقة، فيما يحل الدوري الألماني ثالثاً بمتوسط 61 دقيقة و4 ثوان وبفارق ثانيتين تقريباً عن الدوري الإسباني الذي حل في المركز الرابع. محمد السائح العربية. ومن الرياضة تحدث إلينا دكتور تركي العواد لاعب كرة القدم السابق، تحدثنا مع صالح عن أشياء خارج الملعب
كناقد ونتحدث معك كناقد فني داخل الملعب. النسبة أو المشروع الذي أطلقه الاتحاد الآسيوي العب ولا تؤخر اللعب، الهدف كان 61 دقيقة لكل مباراة. الدوري السعودي أعلى رقم وصلت له أو المعدل هو 52 دقيقة لعب فعلية في هذا الموسم في هذا الدوري. ما زلنا بعيدين أو ما زال الدوري السعودي بعيد تركي؟ لا أكيد أكيد بعيد بشكل كبير، لأنه أنت خلال سنة فقط رفعتها دقيقة واحدة، يعني السنة الماضية أو الموسم الماضي كان 51، السنة هذه نعم 52، معناته أنت لسه باقي لك 8 دقائق عشان ترفعها، محتاج إلى 8 أو 9 مواسم. نعم. محتاج أيضا لقرارات كثيرة عشان ترفعها، ما أعتقد أنا فقط إطلاق شعار هو اللي بيرفع يعني اللعب الفعلي. طيب الدوريات الآسيوية متقدمة على السعودية في الدقائق اللعب الفعلية، ماذا يعني هذا لك؟ الآسيوية وليست الأوروبية. صحيح، يعني الدوري أي صحيح، يعني أنت لازم توصل على الأقل 55، أنا أتصور يعني 55 بتصير مقبولة. مقبول، مشكلة الدوري أي مقبولة، يعني مش جيدة ولكنها مقبولة. إذا ما نظرنا حتى لكأس العالم، كأس العالم 2014 كان 57 تقريبا المباراة. نعم. نعم. تطورت من كأس العالم اللي قبلها كانت 54، يعني فمقبولة، أنا ما أعتقد أنها جيدة يعني بشكل كبير، ولكن طيب. مقبولة إذا وصلنا إلى 55 من 52 إذا قدرنا نقفز، ولكن ما أجد أنك تقدر تقفز بدون ما يكون في قرارات حقيقية ورفع وعي اللاعبين ورفع وعي جميل. الحكام، ويكون في قرارات حقيقية لتسريع اللعب. طيب خلينا نتكلم عن المظاهر اللي في الدوري السعودي تعطل اللعب كمثال. الحراس في الدوري السعودي إذا احتضن الكرة، وانت حارس تركي سابقا، يتفننون في أنه يمسك الكرة ويحضنها ويلف يمين ويلف يسار بعدين يقوم ويضيع وقت. هذه واحدة من الحالات، كيف تعلق عليها؟ صحيح. عندنا حالات أخرى. صحيح، إيه أنا أعتقد الحراس يعني لما تشوف أنت الدوري السعودي في مستوى رائع جدا، ولكن حراس المرمى كأنهم في الثمانينات هم اللي كانوا يضيعوا وقت بشكل كبير، اللي يمسكها الحارس ويطيح فيها، تلقى كرة عرضية ماسكها وواقف وينزل ويطيح فيها، غير الكور اللي هي أطالعة أوت. نعم. أو ضربة مرمى يتأخر في أنه يجيبها ويسوي نفسه ما انتبه. نعم. يعني كثير من الأشياء اللي تبين لك أنه الدوري مش راقي، يعني ترى الدوريات الأوروبية يعني أصبحت راقية لتصرفات اللاعبين، حتى الفرق المهددة بالهبوط ومسجلة. نعم. هدف تلقاها تلعب بشكل راقي، لأنه هذا يساعد على تسريع اللعب. فعلا أوافقك أن حراس المرمى واحد من أكبر الأسباب في إضاعة الوقت. جميل. وبعدين عندنا أيضا جانب آخر بالنسبة للحراس، يعني شفنا في مباراة الهلال مع لوكوموتيف، حكم المباراة من بداية الشوط الثاني بدأ الحارس يضيع طاكرت. نعم. السعودية ما يعطيه إلا في الدقيقة 80-85، هذه أيضا أنت تساعد المخطئ على خطأه ويبدأ الحارس. جميل. يكثر في الموضوع، إذا أنت عطيته بعد إنذارة مرة مرتين، الثالثة تعطي كرت ممكن تقضي عليها. جميل. في الدوري السعودي المشاهد عندما يصاب لاعب، الفريق الخصم إذا أخرج الكرة تعاد له، إذا كان الفريق اللي اللاعب المصاب منه أخرج الكرة أيضا تعاد له، بينما الأصل أنه إذا كنت أنت اللي مخرج الكرة ولعبك المصاب تعاد لك، لكن إذا لم تكن مخرج يعني أنت اللي أخرجتها ما تعاد لك، وهذا يطول الكرة، عطهم الكرة رجع الكرة فيأخذ مسافة أيضا، مساحة من الوقت. صحيح، والأسوأ أنك أنت تطلعها آوت ثاني، يعني أحيانا يرميها لك وأنت تطلعها آوت، يعني كنا متحالفون. أنا أعتقد أنه بالضبط، يعني لو أنك أنت تعطيها الأقرب لاعب وتمشي اللعب، لا أنت يعني تخرجها آوت. أنا أعتقد موضوع هذا لازم يحسمه الاتحاد، يعني موضوع أنه اللاعب أصلا إذا أصيب اللاعب المفروض أنك ما تطلع الكرة نهائيا، ما لم تكن إصابة اللاعب في الرأس أو إصابة كبيرة أو اثنين متصادمين. أي. لكن الإصابات العادية، التف مفصلة أو أنه يعني اختل توازنه، عندنا عدد كبير من اللاعبين في الدوري السعودي تكون يعني تنقطع منه كورة ويطيح خايف من الهجمة المرتدة، يعطل الهجمة، أيضا ما يكون عندنا هالتعاطف. بالضبط. لا هو يسمح أيضا تركي ويبدون يضغطون على الفريق الآخر. عفوا، هو حتى أيضا يسمح بالتلاعب هذا السلوك، يعني مو كل اللاعبين مثلا بيكون صادقين في الإصابة.
وهذا جانب اخر المفروض انها تحسم، انه حكم المباراه هو من يصفر اذا شاف انه والله اثنين لاعبين ضربوا بالراس او في لاعب طاح يعني طيحه سيئه والاصابه كانت واضحه، ولكن مش اي لاعب يطيح انت تخرج الكره اذا الاصابه مش كبيره، المفروض انك تكمل اللعب. انا ما اعتقد انه دعم للعب النظيف بقدر ما هو دعم للعب البطيء. هذه بعض الحالات وليس كلها في الدوري السعودي التي لا تسمح برفع مستوى دقائق اللاعب الفعلية. الآن تركي خلينا نتكلم كيف يمكن رفع وعي اللاعبين بأهمية التنافس في كرة القدم وأهمية تغذية التنافس إلى أعلى مستوياته بحيث ترتفع معه دقائق اللعب النظيف. كيف يمكن توجيههم بأنك عندما تدعي الإصابة أنت تسيء للشكل العام للدوري؟ توقيف اللاعب، كيف يمكن أيضا توعية الحراس، كيف يمكن توعية أيضا المدربين بأهمية ذلك في النسخة القادمة؟ طبعا عندك أكثر من نقطة، قادرين فقط لجنة الحكام قادرة أنها من جهتها بدون اللاعبين أنها تقضي يعني تعطينا دقيقة أو دقيقتين على الموسم القادم. واحدة من المظاهر اللي واضحة وتضيع الوقت بشكل كبير هي الاعتراض على الحكم. لاحظ اللاعبين كثير يعترضون على الحكم، على كل قرارات الحكم، هذه تاخذ وقت. ونشوف حتى اكثر مباراه كانت هي الأسوأ او الاقل اللي هي مباراه نجران مع القادسيه، كان فيها 11 كرت، كان فيها اعتراض كبير على الحكم على كل قرار يتخذه الحكم. لذلك انا اتصور انه لو لجنه الحكام اي لاعب يعترض على الحكم يعطى كرت، هذه على الأقل بتقضي عليها. بالنسبة للحراس أيضا الحكام قادرين أنهم يقضون على الموضوع، يصيرون أكثر نباهة وأكثر ذكاء في الموضوع. إضافة إلى لجنة أيضا الانضباط، وممكن تدخل في ذا الموضوع الفرق اللي تضيع وقت، ممكن تنذر، ممكن تعطى مخالفات. أيضا الأولاد اللي حوالين الملعب يعني المفروض أنه يرجعوا الكرة بسرعة ويحاولون أنهم يساعدون إذا كان في تكاتف كبير من مجموعة كبيرة. إضافة للأندية وخصوصا الأندية الصغيرة، أنا أعتقد الأندية اللي لسه صاعدة أو تصارع على الهبوط من يسجل هدف تجد أن الفريق تحول إلى 9 لاعبين مصابين في كل مباراة. رفع الوعي بالنسبة لهم. والسنة هذه عندنا مثل ترى رائع جدا. جميل. عندنا الفريق اللي بقى فريق الوحدة وفريق القادسية، فرق هجومية ما تضيع وقت. من النادر أن نشوفها تضيع وقت، عكس الفرق الأخرى اللي كانت تضيع وقت واللي تركي إما هبطت أو تصارع لهم. تركي، إحنا عندنا دائما في الدوري السعودي مشاريع إدارية، مشاريع احترافية، لكن ما هناك مشاريع فنية داخل الملعب. هل الدوري السعودي في النسخة المقبلة بحاجة إلى مشروع في هذا الإطار كما هو مشروع الاتحاد الآسيوي المعنون العب ولا تؤخر؟ أنا أعتقد أن محتاجين أكثر من مشروع. هذا واحد من المشاريع، أنك ما تأخر كرة، محتاجين مشروع للتمثيل. عندنا مشكلة غير عادية وصلت إلى يعني شيء ممجود. شوف اللاعب يطيح من يوصل 18، يعني عندنا أشياء كثيرة تساهم في متعة اللعبة، تساهم في تسريع اللعبة، ولكن ما زال الاتحاد يركز على الأشياء الواضحة جدا، ما يحاول أنه يسرع اللعبة بشكل كبير. إذا قضينا على التمثيل قضينا على البطء، أنا أتصور أن دورينا ممكن يكون أفضل في الموسم القادم. شكرا جزيلا دكتور تركي العواد. الوقفة الأخيرة ثم نقول أبطال الدوري يستولون على القائمة المثالية في الجولة الأخيرة. أنت في أيدي أمينة مع بريدجستون. فقط في ترامس روتبونت الألمانية وحدها تجتمع القوة والمتانة والفخامة الألمانية مع قمة الذوق والتصاميم الشرقية وسحر الألوان الجذابة. ترامس روتبونت الألمانية، حفظ أطول وشكل أجمل. دانا من الطبيعة. من أعلى معدلات النمو والاتساع بين مثيلاتها بالعالم، العربية للعود طموح لا يعرف الكلل. عندك معلومات عن عرض تفتيش في العراق اللي أعطي للسي آي اي كضمانة من العراق؟ يعني أحد يفكر أنه الرئيس الدام حسين
كان يخبي أسلحة دمار شامل أو وثائق في غرفة نومه يعني. ألم يتأخر العراق في اتخاذ بعض القرارات إذا لم يكن قد أخطأ في بعضها؟ قال لي إذا كان تعرضت قطاعاتنا لأي اعتداء من قبل القوات العراقية بسلاح كيميائي أو بيولوجي أو غيره من أسلحة الدمار الشامل، نحن سنضرب العراق بالقنبلة النووية. الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. جوال العربية معك في كل لحظة. للاشتراك أرسل رمز الخدمة المطلوبة للأرقام التالية. من جديد أتحول إلى الزميل مرتضى العلوي وقائمة الجولة 26 من الدوري السعودي. مرتضى نعتذر على ليلة أمس، تفضل الليلة. شكرا بتال، أهلا بكم مشاهدينا. القائمة المثالية للأسبوع 26 والأخير من دوري عبداللطيف جميل توزعت بين 7 أندية أغلبيتها أهلاوية وقدساوية. في الحراسة حضر فيصل مسرحي حارس القادسية في التشكيلة، وهو الذي حمى عرينه من هجمات لاعبي هجر. استحق المقعد بعد فوز فريقه بهدفين نظيفين، وهو الذي تلقى 32 هدفا في الموسم. صد مسرحي خلال الموسم ل36 تسديدة وتصدى ل3 ركلات جزاء. في الظهير الأيمن يظهر عقيل بلغيث لاعب الأهلي، حضر وأثر خلال أكثر من 1460 دقيقة لعبها هذا الموسم، نجح في 89% من التحاماته مع منافسيه، وبدقة التمرير تصل إلى 77%. لاعب الرائد جفين البيشي حضر في قلب الدفاع، بدقة التحامات وصلت إلى 78%، تواجد بشكل فاعل في لقاء نجران مسجلا هدف التعادل ليعلن بقاء فريقه في دور جميل من أصل هدفين سجلهما خلال الموسم. مواجهات البيشي الناجحة مع منافسيه تجاوزت 63%. إلى جواره لاعب نجران أدريانو ألفيس كان لافتا في مباراة الرائد، منهيا فعالية هجوم المنافس ومساهما في تقدم فريقه بتسجيل هدفين من أصل 3 قبل أن يعادل الرائد. خلال الموسم سجل ألفيس 3 أهداف ونجح في تخليص الكرة 61 مرة، 71% من التحاماته كانت ناجحة. في الظهير الأيسر ظهر في الأسبوع 26 لاعب قدساوي آخر، هو عبد الرحمن العبيد، حضر بشكل فاعل في لقاء هجر، دافع بقوة وقدم تمريرة حاسمة. خلص العبيد الكرة خلال الموسم 61 مرة، دقة الالتحامات لديه بلغت 83%. ننتقل إلى خط الوسط، وفي الجانب الأيسر سجل لاعب الأهلي فيتفات زيدس نفسه من نجوم الأسبوع بعد أن سجل هدفين لفريقه في شباك الفتح وصنع آخر. خلال الموسم سجل فيتفا 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، التحاماته الناجحة بلغت 82%. في الوسط الأيمن كان لاعب الوحدة مهند فارسي حاضرا بعد فوز فريقه 4 أهداف ل1 أمام الخليج، سجل هدفا وصنع آخر من أصل 4 أهداف سجلها و3 صنعها خلال أكثر من 800 دقيقة. في محور الارتكاز تواجد لاعب الشباب عبد الرحمن الخيبري الذي يحضر بعد ظهوره المميز أمام النصر، كان لامعا في متوسط الميدان. خلال 637 دقيقة لعبها الخيبري مرر الكرة خلالها أكثر من 240 تمريرة بدقة بلغت 81%، صانعا 5 فرص. إلى جواره حضر لاعب التعاون ساندرو مانويل، حضر اللاعب البرازيلي مدافعا ومهاجما مسجلا هدف الفوز لفريقه في شباك الاتحاد، مرر الكرة خلال الموسم أكثر من 1750 مرة بدقة بلغت 92%. إلى المهاجمين، وفي المقعد الأول واصل عمر سوما تألقه وتواجده في التشكيلة إثر تسجيل هدف الفوز في شباك الفتح من أصل 27 هدفا سجلها خلال الموسم، لينهي المسابقة في صدارته الهدافين. خلال أكثر من 1900 دقيقة صنع سوما 23 فرصة.
إلى جانبه في خانة المهاجم الثاني تواجد لاعب القادسية جادسون سانتوس الذي حضر بقوة بفعل تحركاته المميزة أمام شباك الخصم مسجلا هدفين في شباك هجر ليضمن مع فريقه البقاء موسما آخر في الدور الممتاز من أصل 5 أهداف سجلها خلال الموسم. صنع سانتوس خلال الموسم 7 فرص. محللون اختاروا فيتفاتزيدس كأفضل لاعب في الجولة بعد أن قاد فريقه الأهلي للفوز في مباراة التتويج باللقب. مقعد مدرب فريق الجولة انتزعه مدرب القادسية حمد الدوسري. استطاع تقديم فريقه بشكل مميز محققا الفوز على هجر وضامن البقاء لموسم آخر في دوري جميل. أما عن أفضل حكم فأغلب محللون اختاروا دامير سكومينا والذي قادت صافرته لقاء نجران والرائد، هو الذي أدار اللقاء بجدارة رافعا بطاقته الصفراء خلال الموسم في 5 مناسبات ومحتسبا لركلة جزاء. مشاهدينا هذا كل ما لدي وعودة إليك بتال. وهنا الرياضة في دقيقتين. قرمت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم اللاعبين أحمد عسيري لاعب الاتحاد ودريانو سانتوس لاعب نجران 15,000 ريال لكل منهم بعد امتناعهم عن الحضور لمنطقة اللقاءات الحصرية في مباريات فريقهم في الجولة الختامية. أنهت إدارة نادي التعاون التعاقد مع إبراهيم الزبيدي لاعب نجران لينضم إلى صفوف فريقها مدة 3 مواسم مقبلة تبدأ في فترة الانتقالات الصيفية. كرمت إدارة نادي الاتفاق لاعبي الفريق الأول بصرف مكافأة مالية بمناسبة العودة إلى دور المحترفين بعد أن جاء الفريق في المرتبة الثانية ضمن القسم الثاني من الدوري السعودي. جددت إدارة نادي الفيصلي عقد المدرب السعودي علي عمير كمدرب للفريق الأولمبي لموسم جديد. أعلن نادي الهلال أن المدرب السعودي عبد اللطيف الحسيني سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة 5 من عصر اليوم الجمعة في أول ظهور إعلامي له بعد تقلده المنصب خلفا لليوناني دونيس. أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية أن لجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لاتحاد جدة أنهت أعمالها وسترفع تقريرها النهائي للأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة الأحد، وذلك عبر تغريدات على الحساب الرسمي للهيئة الرياضية في تويتر. واصل نادي الوحدة استعداده للموسم المقبل وأعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر تجديد عقد المدافع السوري جهاد البعور وتعاقده مع حارس الطائرة عماد الدوسري ل3 مواسم جديدة. رحل هل كان هو الخلل؟ لقطة ختام وألقاكم. I'm not afraid to die.